بدر المضيان، رئيس المركز التجاري للتسوق الدولي، كويتي مقيم في المغرب. الآن احنا مشاركتنا في هذه الندوة حول الكراهات التي تواجه المقاولات والتعاونيات حول التصدير والتسويق، والمركز التجاري للتسوق الدولي في هذه الندوة سوف يقدم برنامج متكامل حول كيفية تسويق المنتجات المغربية في دول الخليج وفي دول العالم بأسهل الطرق وأسرع وسيلة، وباستخدام المنصات الإلكترونية B2B لتسويق المنتجات. وهذه المشكلة اللي نواجهها احنا، التسويق الإلكتروني ما زال حديث السمعة في المغرب، ويحتاج إلى كثير من الشرح لإقناع الشركات والتعاونيات باستخدام هذه الطريقة، لأن الطريقة التقليدية اللي هم الوسطاء، وأما جيب لي كوموند ونخلصك، هذه الطريقة التقليدية وغير يعني غير مجدية، وبنفس الوقت يعني بين قوسين متخلفة. الدول المتقدمة تعتمد على طرق تسويقية حديثة متطورة، وأيضا باستخدام المنصات الإلكترونية التسويقية.